I'm not lifting. I'm not sweating. I'm building. السلام عليكم اصدقاء القناه، كي دايرين؟ كلشي بخير الحمد لله. ما قديتش نهضر في التران حيت جا عامر اليوم، وهذه هي الوقت الوقيته اللي كتعمر فيه المدينه، شهر 6، مدينه سياحيه اليكانتي زوينه بالبحوره ديالها. يومين اللي بقات على البطوله، حنا دابا في ستاسيون ديال التران. غيتلاقاوني شي دراري بحالي بحالكم، الكميشه بدات كتبان، شي دراري زعما الصراحة الله يعمرها دار، أنا غنشوفهم أول مرة. مهم بقاو معنا نتعرفوا عليهم، ومرحبا بكم في هاد الفلوق إن شاء الله. اخي محمد اخي محمد اخي خويا محمد، بحال اللي كنعرفو دابا حياتي كاملة. هضرت معاك مرة ياك؟ مرة هضرت معاه مرة وعرفته من أليكانتي. كنت كنقلب على شي دار باش نشد هنايا شي 3 أيام ولا 4 أيام، كنت غنتكا باش نقطع ديك الدار، ولكن كنشوف ترانسبور واش كاين، فين غنشد ديك الدار وفين كاينة الكومبيتيسيون، وأنا نتفكرو. بقيت كنقلب عليه كنقلب عليه حتى لقيته وسولته، قال لي شوف ما كاين لا دار ولا تقطاع ولا اوطيل، الدار دارك، المدينه مدينتك، والترانسبور عندي والسكنه عندي وكل شيء عندي. اش غنقول لك زعما؟ ما شاء الله الكميشه راه بدات كتبان، حسبوها كيف ما بغيتوا كميشه اصدقاء القناه، ولكن شوف شنا الى قلتي راه عندي المتتبعين والكميشه. شوف الرزق، شوف الرزق، واحد من الكميشه، شوف الرزق، شوف الرزق. السلام عليكم. اهلا اهلا، كي داير؟ بخير، صحه لاباس، كلشي بخير، صحه لاباس، كلشي بخير. الله يحفظك. المؤذن ديالنا، المؤذن ديالنا هو واحد من الكميشه، مؤذن ديال المسجد. الدار مجهزه كومبلي بالتلفازه ديالها، الصوفا، الطبله، صالة مونجي، البالكون، والكوزينة راها الجهة ديال اليمن، غنتعرفوا عليها إن شاء الله غدا ولا اليوم. حتى دابا خصني شوية نرتاح، ونيت باش يوصل واحد الدري، واحد الصديق ديالي من الكميشة كذلك. الكميشة بدات كتبان، أي فرد من الكميشة كيساوي بلاد. مرحبا بك خويا، 20,000 مرحبا خويا. الله يحفظك، شكرا. أي حاجة تقالت عليك أخويا خفافت علينا، علاش؟ لحقاش ديجا كنستافدوا منك بزاف ديال الحوايج، كون ما أنت ما كناش غادي نكملوا أصلا حنا في السبور هذا، بعدتينا على بزاف. لا 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 بزاف. والله خويا شاكيلا، اسمع لي، كنعتذروا على هذا العطب التقني. اش غنقول لك راه والله زعما شاكيلا، أقسم بالله خويا إلا بسبب الفيديوهات ديالك قطعت البلية دابا أنا شهرين، يلاه كيفاش رجعت؟ ياك أقسم بالله خويا ما كنت. هذا من الكميشة، جنسية أخرى، جزائري. أوا خويا مرحبا بكم أخوتي. أيا كما كتشوفوا الألاعيب وهذاك الشيء. أيا الفيراري ديال خونا إبراهيم قطريد. كيف كيف؟ أه أخوت، أمشي بحال الفيديوهات، الفيديوهات راه كيبان شوية، راه ما شاء الله ما شاء الله، والله لا يا سلام، أقسم بالله أقسم بالله لا يا سلام. مازال ما خرجتش.
تسلو وسباكيه الله يحفظك لنوم عميق ديال الناس ضروري يا خويا راه يومين خوك ما ناسش الصحه والراحه الله يحفظك شكرا بزاف هاني يا خويا الدراري مشاو مساكن الله يعمرها دار انا جيت للكوزينه باش نطيب الماكله ديال الغداء فراني عيان 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 بزاف الصفراء وزيد عليها النعاس نعاس يومين ما نعستش راه درت واحد ستوري في الانستغرام بان ما نعستش وهذا خصك تعرف واحد الحاجه بان ملي كندير شي ستوري ولا شي فلوغ وكنقولها شنو صرا شنو صرا شنو صرا ماشي كنشكي لك الا كنشارك معاك شنو كيصرا ليا وملي كنقول لك شنو صرا شنو صرا شنو صرا ما كنقول لك صرا ما عرفتش منياش انا عرفت النعاس منياش الحمد لله في رمضان تقنا كل شيء بالنسبه للاكل ولا لونطريمون كيجي حتى النعاس وكتفكر فيه باش تقنو هنا اللي كتحشى ليك الناس غير تفكر فيه تقول راه خصني نعس اليوم وهذه وهذه راه ما غتنعسش وما واخا شربتي الفانيت ديال النعاس ولا درتي اي حاجه راه ما غتنعسش ان شاء الله نرتاحوا اليوم باش نوضوا جدادين غدا السلام عليكم وصباح الخير عليكم واش نعس ولا ما نعستش هو السؤال المطروح دخلت للفراش مع هذيك 12 نعست مع الربعة وهي حتى تعذبت حاسبت وعاقبت نعست 3 السوايع و 15 دقيقة بالحساب مهم تقنا النعاس وفرقنا بين الاربع ويوم الخميس فرحت على هذيك 3 ديال السوايع قال لي البارح يوسف حاولت نعس قلت ليها فين كيتباع الا كان كيتباع غنشريه وحق الله غنشريه في هاد اليومين هاد موراها مورا البطوله ما عليش ما نعسش غير تريق للناس غير بوحدو غير على خاطرو الكارديو الواحد يحيد العجز ضروري عاد نجيو نفطروا ونبداو الوجبات باش الواحد ياكل على خاطرو نبداو احسن حاجه في الصباح تبدا بشويه ديال الحق انا قال على الدار بعدا باش ما نتوتروش رقم 7 عقلوا معايا كاي بيرجي او واحد المول كبير اللي يطلع مارش ومن بعد الجزرة درت واحد نص ساعة ديال الكارديو هاي فهاد الجريدة هادي نص ساعة دابا غنمشي نوجد الوجبة ديالي الأولى ديال اليوم دير شوية الشوفان وشوية البيض المهم اليوم فيها حصة آخر حصة ديال العضلة فهاد البريباراسيون هادي اللهم اجعل فيها خير يا ربي العظيم احنا مازالين معكم درنا الوجبه الاولى دابا راني كنقاد الوجبات ديال اليوم طيبت كلشي الرز الحوت الدجاج المهم شي راه في الثلاجه شي غناكلو دابا غنصبر واحد السويره ونمشي ندير واحد الحصه الثانيه والاخيره في هذا التحضير والميزان ديما حاضر معايا في الباليزة ضروري بينات بطر كم اشتقت اليك الشباب يا ليت الشباب يعود يوما البطل خويا ابراهيم البطل ديالنا واش من الكميشة هذا من الكميشة تاعك مسموح يتريني اسيدي مرحبا بك السلام عليكم خوتي بالماضي الماضي تبارك الله على الناس ديال الجزائر اليوم الحصه ديال الكتاف ياك الحصه تكون اغريسيف ياك اغريسيف يلا ترينيو انا وياك اليوم
اختار لي شورت موراها غنمشيو نحيدو هاد هاد الزغيبات هادو الطلبات ديال الجمهور ضروري قال لك حسن ضروري وديروا ديروا 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 حنا كنديروا بالتعليمات ديالهم شباب هذا زوين شباب ولكن قصير سير باين 30 20 20 انا 22 ولكن 36 منك فيه 34 فيه بزاف 20 هذاك غير اللون لون زوين اللون ديال التمساح لون واعر والله حتى لون واعر شكون بي سي بي هذا خويا شاكيب ما غادي دير ديك اللعيبه ديال الهار قال له دير خويا ما غايجيش عليا داك اللون ياك ايوا خص شي حاجه مفتحه باش تبان تما غتبان ليهم بحال الضفدع والشجاع لا هذا هذا غادي خليهم يكتشفوا من بعد خليهم يكتشفوا من بعد غادي نتكتشفوا معنا في الحلقة القادمة ويلا ميعادنا بعد قليل حتى يغير الملابس ديالو شاكيب عصفور يهدأ لكم ميسة كاملين تشوز رونالدو
بان بان اللي غن ماشي حتى الكومبيتيسيون الزرق صاي سيبو طوم راسو قاسح وفيه المغنى وقال لي كنخلصو انا باش تجيب بيه كارت صافي هذا ماكي هادشي هذا صاحبي غير شويه ولا داكشي اللي كتعطينا انت في يوتيوب اليوتيوب اوبا الله كان يوم متعب ماشي متعب زوين داز دغيا درنا فيه كارديو ترينينا كلينا الوجبات باقي ليا واحد الوجبه نصبر واحد الساعه ونص عاد نمشي الناس على ما نمشي الناس نوجد ليروبا ديال غدا ان شاء الله باذن الله غدا غيكون التسجيل وغنخلي هاد لابارتي هادي غدوز فهاد الفلوق هذا باش ندير غير واحد الفلوق اللي قبل البطوله واحد الفلوق وموراها غنفلوقي ف المهم غتبقاو معنا الاجواء ديال غدا ان شاء الله والاجواء ديال ميستير اولمبيا ما شاركتش معكم بزاف لي غوبا اللي كندير والماكله اللي كندير شنو كيصرى ليا في لوكور ديالي شنو هي العراقيل علاش ماشي ما بغيتش ولا كنخبي الا ما فياش اللي يشرح كنعيا دغيا الانرجي كتمشي دغيا الكالوري كتقاضى ما نقدرش نحلل ونفلسف بالهضره ولا نشرح لبنادم عليها صافي ما كنخليش المساله ديال لوكور ديالي ولا الماكله الا واحد الحاجه اللي صرات لي اليوم ملي فقت في الصباح كنت داير واحد البروغرام ديال الماكله واحد الكالوري ولكن ملي شفت الابس ديالي ما عجبونيش ماشي هادوك هما المستوى اللي كنت فيه دابا هذه 3 ايام ما عرفناش منايش يمكن من النعاس قليل النعاس القليل 3 ايام نعس غير 3 السوايع ولا داك الريتم ديال رمضان والتوقيت والساعه البيولوجيه تبدلات لا في الماء ديالها ولا في التوقيت ديال الاكل ديالها ولا في التطلع ديال الكارب حيت طلعت شويه الكارب باغي دير واحد لاشارج على المدى الطويل ديال يومين ولا ديال 3 ايام ما غنظنش تكون هي اللي اثرات اضطريت باش نقص الكارب عاوتاني وغدا ندير الكارديو نزيد الحصه ديال الكارديو حتى الغدا نتلاقاو في الكارديو ان شاء الله والتسجيل واللون والاجواء ديال ميستر اولمبيا غنتعرفوا عليها بحالي بحالكم يلا تشوس تصبحوا على خير والدعوه ديالكم افضل والله يعطيك الصحه تحسينه عرفت بلي قلتيها هيا درنا حتى التجربه ديال المشطه اللي غتكون تقريبا بحالها هذه هي المشطه اللي كتجي ليا على الوجه ملي كيكون ضعيف شويه شرينا الشورت كلشي درناه يلا اتدلو Can you move it along? I'm all out. حتى هنايا ما لعبينش
عام كامل وانت كتبريباري وانت كتضحي وانت تجي 3 ايام ولا 4 ايام من الاخر يخونك الناس ويستريسيك وي والو عييت نحاول نوصل ديك الوقت ديال الكارديو باش ندير كارديو نديرو بكري مع 6 نسالي 7 باش نبروفيتي بعدا الى عييت نبروفيتي شي جوج ديال السوايع على الاقل والله كنطمعوا في ساعه دابا كنطمعوا في نص ساعه كنطمعوا غير في شي غميضه ديال العين 3 hours later can you move it along I'm on الحمد لله الحمد لله الحمد لله درت واحد 4 السوايع 4 السوايع خير ودابا غنمشي ندير كارديو اليوم الاخر ديال بي سي ا واليوم الاخر ديال الارجينين البروغرام ديال اليوم شنو فيه دابا غنمشيو نديرو كارديو نجيو للدار نديرو وجبه اولى واخر دوش دوش ما خصش يكون فيه لا كريم ولا خصك دير شي حاجه حيت موراها كاين اللون وفيه التسجيل وفيها الوجبات ديالنا حساب ديال الماء باش نوجدو الغدا وداك الشيء اللي بغينا نيت ضروري خويا من لي روطه ديالك القرعه ديال المعلقه باش نخدمو هاد الشيء هنا كامل ساكي داك الشيء الاخر اللي غادي يبقى تما باش ما ضربت ليه السم شدو خشي في العمار لو انا غنمشي نتسجل ان شاء الله داكشي ديال الميزان واللون الدراري غياخذوا لي تيكي حنا غاديين دابا مع الاخ شاكيب باش يمشي توزن وياخذ كولور ان شاء الله حنا ناخذ حنا لي بي ديالنا ديال الانطراه ديالنا ان شاء الله ويكون غير الخير بون غزال ان شاء الله والسي ابراهيم هو اللي غيتكلف بالتصوير غدا ان شاء الله ان شاء الله هذا هو اللي غيدير الفابور فينا غدا غيكون ليكسبو هنايا كبير في كاع لي برودوي لي مارك العالميين ها هما كيحطوا السلعه وكيوجدوا الكم الهائل ديال التسجيل
فين غنشد الكتب؟ الا مشات ليا بلاصتي ناكل الوجبه ديالي على خاطري ونشد عليه شويه. اش من كاتيجوري عندك؟ اش من كاتيجوريا؟ تتشارك مع من؟ ماس فيزيك. يلا اعطيني اعطيني جانب يمين. يلا جانب يمين. او مالي شورت حنا زربنا البارح هاد الحمراء هذا. شوفوا شي واحد طويل شنو كامل اللي دار امور كيف اللي في المكسيك دار شحال هذا هذا جون طلع شو ديال الغدا هذا انا ما غنحطوش في هذا الفلوق هذا اللي داكشي كيفاش تبدل الراي باش تشارج ان شاء الله غدا. المهم كاينين هنايا كوادرو ديال الكوكيز فهمتي بليغو شارفين وكاين باش تشارج ان شاء الله الغدا ديالك عندي يا صاحبي حدا ليك وحده العز عليك غنمشي نحطهم في الطوموبيل والله الا مسطي راني فرحان غنسالي الكومبيتيسيون غدا كيجي لي شي احساس كنقول الحمد لله غنسالي الكومبيتيسيون مرة كنقول ما كيهمنيش النتيجة بحال انت ملي كتكون مبريباري في الباك ولا لافاك مبريباري داك الارهاق وداك الستريس وداك الضغط النفسي وداك صافي عييتي ملي كيجي الامتحان كتقول اغي نسالي كتعطي ورقة خاوية وكتسني في الورقة وكتقول انا ساقط انا غير نحيد هاد الستريس هاد الشيء اللي وقع ليا ولكن الحمد لله موتيفاسيون ديما كاينه موتيفاسيون ديما كاينه ارهاق كاين موتيفاسيون كاينه المشكله ديال النعاس هي تحشات ليا في النعاس ماشي تحشات ليا حنا كنبغيو نتقنوا اي حاجه نتقنوا الماكله نتقنوا النعاس نتقنوا التوقيت اي حاجه نديروها على حقها وطريقها داك الشيء بروفيسيونيل راه البريباراسيون اللي درت والله ما داروا شي واحد بروفيسيونيل كنهضرش على العرب اولا درت واحد البريباراسيون طويل وبزاف وراه تمرى في رمضان وبريباريت صايم ولعبت على الكتله وعلى النشوفيه كاع هاد التضحيات اللي كدير وكاع هاد الموتيفاسيون وكاع هاد القتال كتجي حتى للسيمانه الاخرى وما كيديكش النعاس وكتنوض بحال الزومبي سكران ما دايقش كاع النعاس هادي بزاف وحق الله الا بزاف كتعيفك في هاد البريباراسيون ولكن الحمد لله بالنسبه للمشاركين واحد الكم هائل ديال الناس بزاف ديال البشر الا تكون بون ريزولتا ان شاء الله غادي تكون شي ريزولتا زوينه والله نيفو هارب ومازال على حساب لاشارج ان شاء الله غادي يزيد داك لاشارج على حسابي ياك لاشارج الحساب صافي احنا عاود ثاني الوجبه اخرى ومازال ما دزنا باقي ستنا لنا اللول وهذا الشيء ما كيشبعش هو بطل ديالنا كيدير لانسكريبسيون كيف ما كتشوفوا ديش الدات لتحت شنو غندير الدات راه كيعرفوا الدات ايوا Thank you.
سالينا التسجيل وهنا غنوقفوا الفلوق حيت الباتري تقاضت اصلا. غنيبس هذا الشيء، هذا غير اللون الاول، غدا ان شاء الله قبل اللعب غندير اللون الثاني. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا في الفلوق، ويكون شويه ديال التشجيع ديالكم، شويه ديال البارطاج، راه منكم كان انسبيرا. راه الفلوق درتو بالمشقه ديال الانفس، ما كنعسش، مستريسي معصب، ولكن ما كننساكمش. دعيو معنا في التيسير غدا ان شاء الله، وبعد البطوله غدا ان شاء الله غيكون تسجيل ديال البطوله، وبعدو بعد ملي غنرجع للدار ونكون مزيان وشويه الحلاوه وهرمون السعاده يرجع، غنحكي لكم داكشي اللي وقع والبروغرام اللي دارت وكي درت غيار. ان شاء الله يكون المستوى اللي درناه في البال غيكون غدا، ويوفقني الله في الاوضاع، حيت كيخصني انا واحد دقيقه واحد 20 سيكوند باش يتكالما ليا الدم اللي كان دخل الستيج. هادشي اللي غنقول لكم، والسلام عليكم.